خلينا نشوف بعض اللاعبين، تقرير عن واحد من النجوم اللي لعبوا في المركز ده، ونشوف تعليقك على اللقطات اللي هنشوفها. كابتن ربيع، جيلبرتو طبعا من اللاعبين اللي تألقوا في المكان ده وحقق الكثير من النجاحات والبطولات، وزي ما قال كابتن ربيع ياسين ظروف مشابهه لفتره الكابتن ربيع في الملعب، انه كان وسط كوكبه من النجوم وافضل عناصر على مستوى مصر والعالم العربي والقاره الافريقيه. خلونا نكمل كلامنا مع الكابتن ربيع ياسين ونستكمل الحوار بعد التقرير التالي. عبر تاريخه الطويل مر على النادي الأهلي المئات من اللاعبين مصريين وغير مصريين حلموا بصناعة مجد كبير، لكن القليل منهم من دخل قلوب جماهير النادي الأهلي. فيليسبريتو سيبستياو دي غارسيا أمارال وشهرته جيلبرتو هو من مواليد 21 من سبتمبر عام 1982، أحد القلائل الذين عشقتهم جماهير النادي الأهلي التي لا تنسى أبداً من يعطي ويخلص للفانلة الحمراء. بدأ جيلبرتو مشواره الكروي ناشئاً في نادي بيترو أتليتيكو الأنغولي، لفت أنظار الثعلب البرتغالي مانويل جوزيه عندما لعب الفريق الأنغولي مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا عام 2001، فقرر ضمه للأهلي. كان جيلبرتو مثالا للاعب الملتزم المطيع لمدربيه. ساعد هذا الأمر مانويل جوزيه في تغيير مركزه من لاعب وسط لظهير أيسر، هو المركز الذي دخل من خلاله قلوب جماهير الأهلي عندما صنع مع مواطنه فلافيو ثنائية أثمرت أهدافا عدة تسببت في انتصارات كبيرة. حقق جيلبرتو مع الأهلي 21 بطولة، منها 6 بطولات للدوري العام و3 بطولات لكأس مصر و5 بطولات للسوبر المحلي و3 بطولات لدوري أبطال إفريقيا و4 بطولات للسوبر الإفريقي، كما كان أساسيا لفترة طويلة مع منتخب أنغولا. جاء صيف 2010 وانتهت رحلة جيلبرتو مع النادي الأهلي، فانتقل لليرس البلجيكي ثم لليماسول القبرصي قبل أن يختم مشواره الكروي في أنغولا مع ناديه الأول بيترو أتليتيكو، ثم اعتزل في نادي بنفيكا الأنغولي. لم ينسى أبدا النادي الذي اكتملت فيه أحلامه وصنع اسمه ومجده. كثيرا ما يغتنم أي فرصة لزيارة النادي الأهلي، يصافح زملائه ومدربيه، يدخل ملعب التتش ليتذكر كل جزء سارت عليه قدماه وله فيه ذكرى. ولأنه عشق الأهلي لم يكن غريبا أن يظهر في ملعب مباراة فريق أول أغسطس الأنغولي ومازيمبي الكونغولي وهو يشاهد المباراة مرتديا فانلة النادي الأهلي لتبادله جماهير الأهلي حبا بحب، ولتطلق عليه لقبا يستحقه، ابن النادي. نعم، جيلبرتو ابن النادي ورمز الوفاء.